طبعا القانون بحد ذاته مو من الحكومة الجديدة، من الحكومات السابقة طيب طيب وهذا القانون يحتاج إلى قراءة ثانية يعني، إلى تغيير كثير من الفقرات بها. نعم. وهذا القانون بها نقاط يعني مو صالح المواطن أو صالح المكلف. يعني سيادة النائب هذا القانون يحتاج إلى تعديل. بالضبط، يحتاج إلى تعديل. من أهم الفقرات اللي تحتاج إلى تعديل سيادة النائب حتى توضح للناس. طيب مثلا في أحد الفقرات يكون من مواليد 18 لغاية 45. نعم. يعني هذا كم مواليد يطلب؟ فوق 20 مواليد مرة واحدة، ماكو كل القوانين تطلب 20 مواليد إلى الخدمة العسكرية.